فهمني مليح واش حاب نقول لك. سي تو فو لا لوجيك تاعي انا تاعنا حنا لوردر دي ماسينيسيان اونسيان اف في اوردر دي ماسينيسيان لا لوجيك تاعنا واش لا لوجيك تاعنا الي كورانيك ان جنحوا للسلمي فجنح لها. هاد الناس يقتلوا في الشعب الجزائري كل يوم واش تنيغوسي معاه؟ على بالك بلي الكاشيات يخدموا فيهم في الجزائر؟ على بالك بلي الشرطه والدرك هما اللي حاميين تجاره الكاشيات؟ على بالك بلي انجار في عمر 14 سنه يضرب الكاشيات 19 سنه ما ولاش راجل؟ على بالك بلي ان كوبل سي طرا في الجزائر يسوفري من مشكل في الانجاب؟ على بالك بلي عندنا امراض ما نعرفش شنو الاوريجين تاعها؟ على بالك بلي الجزائر اخر دوله في العالم حبست الغاز اللي بالبلان حبسوا عنده من طعامه داروا عليها حفله في لو موند كي توكسيكا؟ واش تحاور واش يرحم باباك واحد بالموس يذبح في الشعب واش تحاور معاه؟ واش نيغوسي مع هذه باب الكلب نديه شارع وي. انت قلت حاجه امبورطونس. انت قلت تبغي تضرب اللي ضربك بالمارطو ولا تبغي تدابز مع المارطو؟ انا نبغي اكزاكت فوالا تي تو كومبري. اللي هز المارطو المارطو ما يهمنيش. سمعتني نهار شبيت لسيرفيس سكري، سمعتني نهار شبيت الجيش، سمعتني نهار شبيت لانستيتيوسيون تاع الشرطه. انا نسب الراس الخامجه اللي يستعمل فيهم الاستعمار كوم دي بوبي. عمل هادو اللي راهم قابلين المارطو، هادو اللي راهم قابلين المارطو، نبدو من تحت من تحت ونبدو صفو حتى الفوق. شوف انا نقول لك حاجه ما صفيش من تحت انا صفي من الفوق. هذه كولونيزي ما فرنسا اللي رانا عايشين فيها هذه كولونيزي بعض دي لوبي امريكا دي لوبي الياس قلت غادي اسمع الياس tu prêches un convaincu انا قلت لهم في لي لايف قلت لكم في لي لايف اي رئيس امريكان كندا فرنسا هزوا التصويره تاعو نهار نجح وربع سنين بعد تلقاو شاب 40 سنه هادو مي سي دي بي لادمينستراسيون تاعهم ثقيله وتحمي مصالح بلادها ومصالح الشركات نتاعها. حنا ما عندناش، حنا عندنا ناس في الحكم يحميو مصالح ناس اخرين خاطر حنا ماشي جزائريين. والله العظيم دروك شوف انا في لاجيري راني نهضر مع خويا راه داخل في اسوسياسيون تاع كارتي في ورد والله الى يمد لو بريسيون سور لو مير ولو مير يمي بريسيون سور لو شيف دايرو ولو باسكو سي مالفي سي مالفي لو شيف دايرو سي با لو بوب كي فوتي سور لوي. صحيح ديجا شيف دايره لا ستركتور كي تشوف البروغرام تاع لا فافي لو ليفر كي وا سورتي لو شيف دايره عندنا نيكزيست با حنا حنا تو تورن اوتور دو مير وماشي حنا في البروغرام تاعنا باش تولي مير او اما عندك شهاده عاليه اما تعقب امتحان تقرا له عام وسمو اون كاباسيتي ا لا جيستيون بوليتيك لوكال كل ما تنجحش فيه والله لا تقدر تحط روحك في ضاليست. ما بقاش اللي يبيع البيتزا والداب والبغل يولي لي مير ويسرقوا بالستيلو تاعو من وراه سي فيني. المهم الياس انا راني متفائل باللي بالاف اف في ان شاء الله سواء اف اف في ولا لي سيدي تاع الاف اف في معليش اون توكا سي اف اف في سي حنا بلي سيدي الجيريا 100% الجيريا اون فا ريغلي لو بروبليم بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله الياس بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله برافو اكسل ميرسي خو الله يسلمك خو. بون كاين واحد سوبريميتو قال لكم الياس رحماني اسكروكا اون فوف ديت لها 150 الف اورو في شركه تاع لا سيكوريتي مسكين سيتي سا مير. بون الوغ لي زابيل دو سون تخلطت لي يا جماعه دقيقه دو سكوند برك شي يقول لي ايار 23:48 اي فات 12 الليل الوحده 23:48 23:43 23:41 الي مي فاسكي حنا عندنا اون كونستيتيوشن فيها 10 ارتيكل كاينه اون فيديو عليها وجوبا برومي دارها جوكرو بيبليها حنا عندنا 10 ارتيكل في لا كونستيتيوشن برك تري فاسيل ا كومبروندر نستنبطو منهم كل القوانين دو سيت كونستيتيوشن اون بورا تيري توت لي لوا بور ديريجي لو بيي سور ان بلان ليغال ترونسبارون اي اونيت عندنا 10 ارتيكل حنايا كاين الافغاني رحمه الله
يقول لك ان الازمه تريد الهمه ولا يتسع الامر الا اذا ضاق. درك حنا رانا في الازمه، درك لازم تنبثق عنها الهمه، وبربي ان شاء الله الهمه تاعنا هي ثوره سياسيه ذكيه بتعبئه تاع مواطنين مناضلين حقيقيين نسيطروا على النظام هذا ونقضيوا عليه. وحتى لو كان ما قضيناش عليه نحتموا له انه يهبط لينا ويلبي المطالب القانونيه تاعنا وندخلوا معاه الحرب السياسيه الانتخابيه في 2024 ان شاء الله. ان شاء الله 2024 ان شاء الله يا رب، يا رب يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي بوكو، ان شاء الله ربي يوفقنا على الله. الله يسلمك، ربي يحفظك ان شاء الله. سليم راه يبلغ لك السلام، هو قال لي بلغ سلامي يا اخويا، ربي يعيش الله يسلمه وصحة صحتكم. ميرسي بوكو. اه يا ميرسي بوكو، صحة لكم صحة. شوفوا جماعه انا قبيح في الهضره نسيفري، لانه عندنا برنامج كومبيتري تريبيا. كاين ناس كانت تطرح اسئله يقول لك مسيو رحماني ريبوندي دو تاكو تاك، وي باسكو ميتريز البروغرام، متمكنين من البرنامج اللي درناه. حنا لما اعلنا الحزب المره الاولى في 29 ديسمبر 2017 كان البرنامج نتاعنا واجد ديجا. درنا معاينه شامله للاوضاع نتاع الجزائر، فهمنا شطر كبير من تاريخ الجزائر، اكتشفنا الاقدام البيضاء يعني الاستعمار الحديث في الجزائر، كما هما الميكانيزمات نتاعو، ما هما معظم القيادات نتاعو، الاشخاص نتاعو، علاقته بفرنسا هذه، علاقته بالكيان الصهيوني. المهم ما ندخلوش في طرق ديتاي، مي عندنا دونك قناعه، عندنا قناعات بصح حنا لا جامي ندزو الناس للتهلكه، جامي نوقفوا نكونوا قوه، ومن بعد سي اوتر شوز. مي فاسكي نو لي جون اون الجيري كيس كون بو فير au moment présent dans notre entourage, des conseils, monsieur Rahmani. Diffusez l'idéologie, diffusez le programme. Mazgoulou FFV, mazgoulou CRM. Posez les questions, les gens posez-hum. Bach n'est pas de t'hallayinéha, tout simplement. Posez la question, par exemple, qui fait le pétrole à 100 dollars, qu'est-ce qu'il y a une réserve de change? Ou si il y a, qu'est-ce qu'on a mis en haroukat? Mettez-le, c'est le posez les questions, علاش حنا نجري وراء البطاطا؟ علاش 40 مليون ما عرفوش نعيشوا في 2 مليون دو كيلومتر كاري؟ ديفوزي نوز ايدي، بارلي با دو نو مدام راكم في الجزائر. اي اورغانيزي لي زونيفرسيتي، نظموا لي زونيفرسيتي اون جروب دو ريفليكسيون. معليش، اخلقوا مثلا جمعيه سير زوم اشاك فوا عرضوا واحد، عرضوني انا. نتناقش مع الطلبه، سير زوم اوفر. كل الاسئله متاحه. بار اكزومبل. ومن بعد ديروا مقاطع وزعوها، وزعوا الفكر، الفكر الفكر. رانا معركه الجهل، باسكو لما نرفعوا شويه الجهل نطربقوا الاستعمار ذا اللي حاكم الجزائر. انفق معك ان العروبة وهم ولا تعريب شمال افريقيا حقيقه للاسف. يا ودي التعريب هذا سي دو جول اللي ديسيداه باش يغلق علينا السماء والماء. بورو بورو استاذ رحماني، مستحيل اسقاط هذا النظام الحاكم باي طريقه سياسيه مع الدعم الدولي لهم لانهم مستفيدون. شوف بورو بورو، الدعم الدولي لما يشوف بلي كاينه هبه شعبيه صحيحه بقياده سياسيه اللي لاش، تعرف عليه؟ باسكو على بالو بلي لما الشعب ينوض بقياده سياسيه نظام هذاك الوقت خلاص عليه، خلاص عليه برك. هذا هو منطق القوه، الشعب بقياده سياسيه يسقط النظام. هاو رشيد نكاز اليوم قالها مثلا، احنا قلناها لكم كان دي بيصوت، قال لكم الناس اللي قال لكم ما تخرجوش ممثلين هما اللي هلكوا الحراك. يكون الحراك قبل جبهه سياسيه تمثلوا هذاك الوقت، وما ينطقوش هادو لي زيسكرو كيما طابو وصحابو اللي كانوا دايرين بوليتيك في الجزائر، والابواق نتاع تركيا هنايا اللي في الانجليز وصحاب، يعني كلش خدم في صالح النظام هذا باش يكسر الهبه الشعبيه. والداند مازالو، الداند مازال يتبع برك. مي واش غنقول لكم انا؟ سي كوم سا، على هذه حنا في ابل او سيتوان للمواطنين ماشي للشعب، لانه الشعب في اخر الامر دير به واش حبيت.